بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم في الفيديو بتاعي عن الشيح وفوائد الشيح. وانا النهاردة ان شاء الله كده دي بداية الشهر، بس انا متأخر فيها شوية، يعني النهاردة 8 تقريبا في اول الشهر. فانا المفروض ان انا كل اول شهر بقدم الشيح ده للحمام بتاعنا، وباذن الله انا النهاردة طالع اقدمه للحمام. ومادام انا طالع اقدم الشيح ده للحمام فلازم اتكلم عليه معاكم، وده هيكون اول فيديو عن الشيح اعمله في القناة عندي. الاول كده نعرف مع بعض فوائد الشيح ونمسكها خطوة خطوة ونعرف ايه اهمية الشيح للحمام. الشيح ده مهم جدا انك تقدمه مرة واحدة، ولو مرة واحدة كل شهر يا جماعة، مفيد جدا للحمام بتاعك. الناس اللي هي بتشتكي من الفاش، او لو مؤاخذة فيه مثلا بورس ولا حاجة عندك، بروس حالي الكلام ده، ريحة الشيح بتطير كل الكلام ده. لو في ذباب ولا عندك او حشرات في فرد الحمام، الشيح برضو لما بتقدمه للحمام الريحة بتاعته بتقضي تماما على كل الكلام ده، وبتطير كل الحاجات اللي هي مضرة بفرد الحمام. زائد ان ده كله بيساعد على لمعان الريش، يعني بيدي الفرد الحمام بتاعك لمعان للريش بتاعه، بيخلي ريش فرد الحمام نضيف وشكله حلو. مضاد للتشحم، يعني لو في عندك نسبة دهون على بعض فرد على بعض الحمام، وطبعا ده انت ما بتلاحظهاش، بس هي بتبقى خاصة عند اناث الحمام، ده نتيجة ان الكلفة بعض الحبوب فيها بيساعد على عملية الدهون، او على المدى البعيد بتعمل زي تراكم في الدهون على المبيض للإناث، فده بيشيل خالص كل الكلام ده، بيساعد على ذوبان الدهون، يعني مضاد للتشحم. مضاد للإسهال، بتبص تلاقي لو في فرد عندك عنده إسهال او حاجة زي كده، ده مضاد قوي جدا للإسهال، بيعمل عملية زي عملية الإمساك لفرد الحمام. في نفس الوقت لو الفرد عنده إمساك برضو بيساعد على البروز، يعني هو حلو في الإمساك وحلو في الإسهال، بيظبط الزرق بتاع فرد الحمام كويس جدا. الحاجة التانية والأهم والتالتة قصدي والأهم اللي هو الديدان. الديدان يا جماعة اللي هي بتبقى فرد الحمام بيبص ليه عمال يكلف وبياكل كويس، ولكن فرد الحمام صحته مش كويسة، تلاقيه مسيف وتلاقي فرد الحمام مشقوف منك، ورغم انه انت بتحط له عنده شراهة جدا في الاكل، بتحط له الاكل بتاعه وعنده شراهة، وتبص ليه عمال ياكل وانت عمال تكلم نفسك تقول فيه ايه فيه ايه. هو ده موضوع الديدان، ده الفرد ده بيبقى عنده ديدان، فلو انت بتقدم الشيح بيطرد الديدان. بيعالج امراض الجهاز التنفسي، يعني لو فرد الحمام عنده تنفسي، عنده برد الكلام ده، الشيح بيعالج اي مرض تنفسي للفرد الحمام. مقوي جدا للعظام، لو عندك اي حمام برضو فيه كساح نتيجة السلمونيلا اللي هي بتبقى قوية جدا، بتساعد على الكساح او بتعمل كساح للفرد بتاعنا، الشيح لو انت بتقدمه بيشيل ده كله، وان شاء الله بيعالج فرد الحمام وبيرجعه تاني زي ما كان. مقوي للكبد، مقوي ومنشط قوي جدا للكبد، للسموم اللي هي بتبقى بتيجي لفرد الحمام، وبيساعده ان هو ما يبقاش عنده اي مرض. فاتح قوي جدا للشهية، بتلاقي عندك الحمام بتاعك برضو ما بيكلفش او ما بياكلش، الشيح ده بيبقى قوي جدا لفاتح الشهية. وكنت اتكلمت في حلقة فاتت قبل كده عن فاتح للشهية دواء بشري، ولكن الشيح هيحللك المشكلة دي. زاد ان هو كمان بيساعد على الهضم، يعني لو في فرد حمام برضو الحويصلة بتاعته متحجرة، او هو بياكل وبيكلف وكل حاجة، بس الاكل ما بيصرفش في الفرد بتاعنا، فده بيبقى قوي جدا ومهضم، فده بيبقى كويس جدا وبيساعد على الهضم لفرد الحمام بتاعنا، بيرفع جهاز المناعة لفرد الحمام بتاعنا، بيبقى مفيد جدا لرفع مناعة فرد الطعام. واحنا بنحتاج طبعا فرد الحمام بتاعنا ان هو يكون مناعته كويسة.
زائد ان في كالسيوم، بيحتوي على كالسيوم او نسبه كالسيوم كبيره جدا، بيديها برضو للطائر بتاعنا. هنشوف بقى ان شاء الله مع بعض طريقه التحضير بتاعه عشبه الشيح. ولكن قبل ما ابدا احضر الشيح، لازم زي ما انا دلوقتي طالع واتكلمت معاكم ان انا لازم اعطش الحمام بتاعي لمده 6 ساعات، وبالنسبه للاكل لمده 12 ساعه على معده فاضيه، ادي الشيح بتاعي عشان الطائر بتاعي يستفاد من العشبه اللي انا هديها له دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده، انا شلت كل المسائي اللي قدام الحمام، السايب والمحبوس، وشلتها خالص، والمكالف كفيتها على وشها. وهطلع بعد ما اخلص طبعا معاكم طريقه التحضير، هنطلع نقدم مع بعض العشبه دي ونشوف هنقدمها ازاي. استنونا بقى، ما حدش يروح بعيد عشان كلنا نستفاد ان شاء الله من الفيديو. اول حاجه يا جماعه بعملها ان انا بسخن 2 لتر ميه وبصبهم في حله زي كده. زي ما انتم شايفين كده بصب الميه بتاعتي، بعد كده بقى بجيب الشيح واخد منه مقدار معلقه بالظبط او معلقه ونص على 2 لتر ميه. ادي اهو زي ما انتم شايفين كده، معلقه ايه، معلقه كبيره، وبحطها في الميه، وبعد كده بحط حوالي نص معلقه تاني. بغطي بقى الحله، علشان طبعا اهم حاجه الزيوت اللي هي بتبقى الزيوت الطياره اللي هي بتبقى فوق في غطا الحله دي، مهمه جدا، وهي دي اهم حاجه في الموضوع كله يا جماعه، الزيوت الطياره. طبعا بقى بعد ما قفلت عليها لمده ساعه او ساعتين، بفتح عليها بقى وبنزل بايدي القطرات اللي هي طلعت على غطا الحله اللي هي الزيوت الطياره اللي انا اتكلمت عليها، بنزلها بايدي بالطريقه دي كده، تمام كده يا جماعه. وبعد كده بصفي المنقوع بتاعنا او الشيح اللي احنا غليناه اهو كده بنفس الطريقه، بصفيه بمصفى بقى زي دي كده. وبعد كده ان شاء الله نطلع بقى نقدمه مع بعض للحمام ونشوف هنعمل ايه فوق مع الحمام. اهو كده يا جماعة، احنا طالعين بقى نقدم الشيح بتاعنا، وزي ما قلنا دول 2 لتر مية على معلقة ونص شيح، تمام. المفروض بقى ان انا بحط الـ2 لتر دول على 5 لتر مية، بس انا طبعا انا عن نفسي ما بحطش وبقدمه خام زي ما هو كده. بس طبعا قبل ما اقدم للحمام السايد، انا بعمل حاجة دايما انا بعملها على طول مع الحمام اللي هو المحبوس، بجيب بقى السرنجة اللي هي الكبيرة، تمام، وبسحب بيها حوالي 10 سنتي اللي هم الاولانيين دول، تمام. اهو كده يا جماعة دول حوالي 10 سنتي، تمام. هنمسك بقى الفرد كده واديله مباشر في الفم. اهو كده يا جماعة برضو انا ماشي معاكم خطوة خطوة، اهو اجيب الفرد كده. حمام بقى في فترة قلش، معلش، اهو وافتح بقه وبالسرنجة اديله 10 سنتي، تمام. كده انا بستخدمها مع الحمام كله، ما بستناش بقى الفرد يشرب او ما يشربش والكلام ده، انا بمسك واديله في الفم مباشر. كده كده الشيح ده مش هيبقى مضر لفرد الحمام، بالعكس احنا زي ما قلنا فوائده في الاول هيبقى مفيدة لفرد الحمام. بمسك الحمام كله بقى، احط الفرد هنا، بمسك الحمام كله بالطريقة كده، بالطريقة دي في السلاكة، يعني بمسك الحمام اللي هو في السلاكة بالطريقة دي، فرد فرد، وبمسكه بإيدي وبديله بالسرنجة. الحمام بقى السايب هنشوف دلوقتي هنستخدمه ازاي مع بعض. اهو كده يا جماعة دي السقاية اللي انا عاملها واحط فيها الشيح بتاعنا.
كده زي ما انتم شايفين. تمام، بقيت الكمية طبعا انا هديها بقى ايه للحمام التاني اللي هو في السلاكة. هديه بقى وهنشوف بقى الحمام طبعا عطشان مع بعض اهو. هنشوف الحمام هيشرب دلوقتي ايه زي ما انتم شايفين. اهو بص كده يا جماعه، كل الحمام بقى نزل يشرب كده. الحمام بتاعي انا استفاد من العشبه اللي انا قدمتها له، لان انا معطش الحمام وهيشرب اكبر كميه، يعني الكميه اللي انا حطيتها دي هيخلصها. بعد كده لو حطيت له ميه تانية عاديه بقى مفيش مشكله. باقي الحمام بقى اللي هو في السلاكه طبعا انا همسكهم فرد فرد واديله في البق مباشر، واللي هيتبقى احطه حتى لو على ميه مفيش مشكله. بس انا كده طبعا اديته اكبر افاده من الكمية اللي هي بتاعت الشيح اللي احنا قلنا عليها عشان فرد الحمام يستفاد منها. وبعد كده ببدأ اكلف بقى للحمام بتاعي عادي، مفيش اي ادنى مشكلة خلاص. هو طالما شرب على عطش او جوع فخلاص كده، ما كده الدنيا بتتظبط معاه، بتنضف كل حاجة جواه وما بيبقاش فيه اي حاجة. كده بكون الحمد لله بفضل الله نهيت الفيديو بتاعي معاكم. واتمنى بقى من اللي ما اشتركش عندي في القناة يشترك عندي في القناة دعما لي ودعما للقناة. وما تنسناش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.